معانا دلوقتي استاذ حمدي الجمل، الدكتور حمدي الجمل رئيس قسم الاقتصاد بمجله الاهرام العربي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا هنا. بنتكلم طبعا على تحرير سعر الدولار لان ده الحديث والشغل الشاغل بالنسبه لمصر كلها. عايزين نعرف تعليق حضرتك او تحليلك لهذا الامر. اعتقد ان تحديد سعر الصرف هو قرار حكومي وقرار الدوله اتخذ قبل عام ونصف، واعتقد بدا مع الدكتور اشرف سلمان لما خرج في مؤتمر يوروماني وقال ان الدوله وصلت تخفيض قيمه الجنيه كان من 6 الى ان الدوله بدات ايه يا فندم؟ تخطط ان الدوله بدات بسبب تخفيض قيمه الجنيه من 6 الى 9 جنيهات، الكلام ده كان في رمضان قبل الماضي. في خرج بعد كده الوزير كان هاني ادري برضه كان وزير الماليه وقال احنا بصدد اعداد الموازنه 2016 2017 بنرى ان سعر الصرف سيكون 8.35. الدوله المصريه من زمان بقى لها سنه ونص هي عزيمه على تخفيض قيمه الجنيه، وهي عندها اسبابها انها بترى ان مصر بتستورد ب 105 مليار جنيه وكل دخل مصر 50 مليار جنيه، فعشان كده الدوله المصريه او الدوله 37 بترى ان هي لازم تروح لتحرير سعر الصرف. فالقرار اساسا متوقع وقرار بتشتغل عليه الدوله المصريه من فتره. الاثار بقى اعتقد الاثار في اثار سلبيه جدا على المواطن الفتره الحاليه واثار جيده ومهمه للاقتصاد على في الامد المتوسط. في اثار سلبيه واثار ايجابيه. ايجابيه جدا الاثار السلبيه ارتفاع الاسعار، ارتفاع التضخم بنفس النسبه، تاكل المرتبات، لو حضرتك مثلا مرتبك 1000 جنيه فمرتبك النهارده قل بنفس نسبه ارتفاع سعر الدولار، يعني لو 1000 جنيه هيبقى 520 جنيه. هنا عشان حصل ارتفاع لسعر الدولار الرسمي بنسبه 48%. صحيح فمرتبي ومرتب حضرتك نزل بنسبه 48%. محدود الدخل هيعانوا. هنا بقى الدوله هتتحمل تكلفه عاليه. للدعم. الدوله كانت بتدفع للدعم 51 مليار جنيه. هتدفع للدعم هتضاعف وتدفع 75 مليار جنيه. البترول بالتاكيد دعم الطاقه هيتغير، لو الدوله كانت بتدفع 30 مليار دعم طاقه لازم هتدفع فرق السعر ده. بالنسبه للجمارك، الجمارك ارتفعت بنسبه 48% وده هياثر على اي سلعه بيتم صدرها من الخارج. فهيرتفع سعرها في الجمارك 48 فهتوصلني كمواطن بمرتفع جدا بالاضافه الى هامش ربح التجار. لكن المهم ان احنا انتهينا من الدولاره ومن المضاربين الايجابي بقى. طب ندخل على الايجابي لان احنا كده قلنا سلبيات كتير جدا. الايجابي احنا انتهينا من الدولاره. ما عادش دولاره خلاص. الدولار ممكن دلوقتي في البنك الاهلي ب 15 25 75، يعني الدولار بيتغير كل ساعه، فالمضاربين هيخرجوا من السوق للابد. فكره الاقتصاد الريعي ان انا اقعد اضارب واعتبر الدولار او العمله. طب ما هو ثانيه واحده بس دكتور حمدي، لحظه واحده، حضرتك بتقول ان دلوقتي في اي البنوك حضرتك ذكرت؟ البنك الاهلي. طيب. كل البنوك النهارده وصل لحد كام؟ 15.75. طيب 15.75، واول ما سمعنا على ان السعر الرسمي او يعني السعر اللي هنبتدي عليه هو 13 ان في 10% مرونه. طب ده كده اكتر من 10%. اما في النهايه كل بنك زي ما قال محافظ البنك المركزي بيحدد سياسته، بعدين احنا ما هو برضه بيحدد سياسته، يعني كل واحد كده يعني يقول اللي هو عايزه، يعني ممكن نروح البنك بعد كده نلاقيه ب 20 يعني ولا ايه؟ المساله عرض وطلب. حضرتك لو هو ب 15 75 فهيشتري على باقل 10% لو حضرتك عايز تبيع. ففي النهايه البنك بس ما بيشتريش، بس البنك بيشتري وبيع. تمام. التذبذبات دي هنعيشها فتره على الاقل شهرين، واحنا عشنا المساله دي قبل كده. اعتقد بعد قرار مش التعويم اللي هو التعويم الجزئي يوم 29/1/2003 البنك المركزي خفض سعر الجنيه من 3 جنيه 39 قرش الى تقريبا 35 قرش. ارتفع خلال شهرين الى 7 جنيه وربع، وخلال سنه رجع ثاني ل 5.5. طيب. ولكن الاسعار الدولار دي مرتبطه بالانتاج. الايجابيات بقى السياحه هتزيد، لان دلوقتي مصر مغريه جدا لاي سائح، لان الدولار النهارده ب 13 و15 جنيه، فاللي معاه 1000 دولار يعني 15000 جنيه بيصرفهم في السوق المصري. ادي افضل ايجابي. الصادرات
النهارده. طب ما ثانيه واحده، دلوقتي حضرتك بتتكلم على ان الايجابيات من ضمن الايجابيات ان السياحه تزيد، لان طبعا اللي معاه 10 دولار هيعرف ان هو يشتري بيهم حاجات اكتر مما سبق، مش كده؟ بس في حاجه ثانيه، طب ما امر وارد ان اصلا سعر السلع يكون زاد. ما احنا مش هندعم كمان سعر السلع للسايح يعني. لا 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 حضرتك، لا لا بص حضرتك، هو جايب 1000 دولار. ال 1000 دولار كانوا من 5 شهور كانوا ب 6000 جنيه. النهارده ب 13000 جنيه و 15000 جنيه بالنسبه للسايح اللي جاي. فال 1000 دولار هم ال 1000 دولار اللي هيصرفهم في مصر. فهيبقوا بالنسبه له هيعيش فتره اكبر، هيشتري حاجات اكتر. تمام. ده بالنسبه للسياحه. بالنسبه للصناعه بالتاكيد انا سلعتي هتكون منافسه جدا في اي مكان في العالم. طيب. لان التكاليف الانتاج، لان انا النهارده الجنيه بتاعي بمقابل الدولار ب 15، فهكون انا لو قلت مثلا السلعه بتاعتي بدولار او 5 دولار او 10 دولار هي منافسه. خش اي مكان، بشرط تكون السلعه بتاعتي لها جوده عاليه. وانا النهارده اعتقد ان انا قدامي سوق مفتوح وسوق كبير في السوق الافريقي، محتاج كل شيء. بشرط يكون عندنا رؤيه بقى ونبدا نصمم. احنا كده تقريبا انتهينا، باقي بس اللي هو قانون او اثنين متعلقين بتشجيع المنافسه ومنع الاحتكار، ونبدا بقى نحط القرارات والقوانين المتعلقه. وبنتكلم على اننا عندنا قرارات متعلقه بمجلس الاستثمار، وفي نفس الوقت ادينا حررنا سعر العمله، ما عادش فيه سعرين، في نفس الوقت بقينا نفتح الاسواق للمستثمرين، والمستثمر يقدر ان هو يجي طالما ان ما فيش سعرين للعمله الواحده. اذا تتوقع ان احنا نوصل لفكره الصين مثلا؟ ما هي الصين هي اكبر مثل للموضوع ده. تتوقع لان احنا نوصل لها امتى؟ لا نوصلها انت، دي اراده سياسيه واراده شعب. بمعنى احنا نشوف الشعب المصري في تجربه الستينات، الشعب المصري تقريبا كان بيصنع كل شيء. احنا اكبر كميه مصانع اتبنت بعد عبد الناصر، بنينا اكبر كميه مصانع الى الان. احنا نستطيع ان احنا نبني مصانع جديده بشرط ان عندنا الاراده السياسيه والوعي الشعبي، ويكون بالنسبه لنا الانتاج اهم 100000 مره من ان انا استورد. يعني احنا عندنا في مصر دايما اسال في ايه، عندنا فكره استيراد وتصدير. يعني خلاص فكره تصدير واستيراد، صدر الاول منتجاتك الزراعيه، منتجاتك الاصطناعيه. النهارده مثلا القوانين اللي تم اتخاذها اول امس في مجلس اعلى الاستثمار هي قوانين جيده جدا، لانها بتشجع الاستثمار في الزراعه وفي الصناعه. فالاستثمار الزراعي اللي بينتج وصاحب الاعفاءات يا اما تنتج سلعه تصدرها للخارج تقعد اعفاء، او تنتج سلعه للداخل كنا بنستوردها من الخارج، يعني تسدد وتشفع السوق المحلي بسلعه كنا بنستوردها، تاخد الميزات اللي الدوله ادتها لك. دي كلها مؤشرات ايجابيه بتشجع على الانتاج، بنشجع على الانتاج. لكن القرار قرار قوي، قرار صادم، قرار في خبراء كتير بيقولوا ان القرار ده تاخر كثيرا، انه كان المفروض يبقى تم اتخاذه من قبل كده. ما هو النهارده شوف اتاخر كثير، حتى النتيجه ان النهارده ان الدولار ب 16 و14 و13 جنيه، لو كان تم اتخاذه يوم من 3 جنيه 39 قرش ما كناش علينا النهارده من التضخم العالي. التضخم هيرتفع على الاقل بنفس النسبه، يعني لو النهارده بنتكلم على 18% معدل التضخم، انا هتكلم خلال الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعديه على قولي 22 و25 تضخم، فشيء صعب جدا. الادويه بالتاكيد هتحرر سعر سعرها هيزيد، لان احنا الطالب بزياده السعر انها تستورد معظم. ما احنا عايزين فعلا نتصل بالادويه نعرف اخبارهم ايه. لا هو لسه هو مش بيجي، هم لازم يطالبوا الدوله في ان الدوله هي تحدد السعر، انها ترفع لهم السعر انهم بيستوردوا من الخارج الماده الخام بالدولار، فلازم الدوله ترفع السعر بنفس النسبه. فاحنا هنعيش ايام صعبه وهنعيش ايام تضخم كتير، لكن الاهم ده ان الدولار لم يعد مخزنا للقيمه، الجنيه هو مخزن القيمه. اللي معاه جنيه النهارده هيخليه. وفي نفس الوقت يا استاذ حمدي، يا دكتور حمدي، المفروض ان سعر الفايده على الودائع بالجنيه المصري زاد، مش كده؟ بالظبط كده. النهارده اللي معاه جنيه عنده ثلاث خيارات. شهاده بلاتينيه لمده سنه ونص ب 20%، وده رقم ضخم جدا. نعم، عندنا شهادات بنسبه 20% مفروض مده سنه ونص، ونسبه 16% لمده 3 سنين، و 15% اللي هي الوديعه العاديه. فلان التضخم هيزيد، ومتوقع ان التضخم هيزيد، وهدف البنك المركزي او دوره الاساسي اللي هو استهداف التضخم مع التحكم في سعر الصرف. فالنهارده كان متحفز جدا للقرار التعويم
بهذه الآلية المتعلقة برفع سعر الفايدة. رفع سعر الفايدة برضه ليه مشاكل جدا لبعض المصريين ذو الودائع، بالتأكيد هيكون سلبي على الاستثمار، بمعنى لو حصرت انا من البنك. لا حضرتك قول بس تاني كده من الاول عشان الجزء ده ما كنتش سامعاه، ماله؟ بص، قرار اللي هو رفع سعر الفايده هو ايجابي للمودعين. طيب ليا لو انا حضرتك كل واحد عنده 100 جنيه في البنك ده قرار جيد. لكن لو انا حضرتك النهارده قررنا نشتغل ونعمل مصنع واحنا اقترضنا من البنك، هنقترض على الاقل ب 16 و 17 و 18%، فتكلفه الاقتراض لانشاء مصنع تبقى عاليه. طيب علي انا كمقترض للاستثمار. اذا هتبقى النتيجه ايه بقى؟ النتيجه ان كل قرار اقتصادي يجبر جرعه الدواء لو اثار جانبيه، اذا كان يعالج مرض ما بالتاكيد له اثار جانبيه. اللي هو قرار اقتصادي صحيح 100% او يصلح كل شيء، اي قرار اقتصادي بالتاكيد ليه ضحايا. نعم. عموما اتفضل يا فندم كمل. اتفضل. يعني فكره ان تحرير سعر الصرف ده، انا اتمنى ان احنا بدل ما بدانا في الاصلاح الاقتصادي يبقى انا عندي اهم حاجه بالنسبه لي كسر الاحتكار، لان اذا كان عندي اتحاد الغرف التجاريه والصناعيه يمثل مافيا في مصر واقوى من الدوله، فعلى الاقل ان الدوله تحط قانون، وقانون رادع لاي محتكر مش اي سلعه. القانون ده انا مثلا بقول اي رقم سي ياخد مثلا 10 سنين سجن، اي محتكر موجود في اي مكان في العالم يدفع غرامه تعادل قيمه السلعه والسلعه تصادر منه. اعتقد لو عملنا القانون ده وطبق على واحد بس من رجال الاعمال ما اعتقدش ان في حد يوم هيحتكر ثاني. اثنين، يعني حضرتك شايف من الحلول مبدئيا ان يبقى في عقوبات رادعه للاحتكار. لازم 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 لازم. انا عندي 22 مليون بني ادم، ما ينفعش ابيعهم اربع تجار او خمسه. عشان وحضرتك شايف الاسعار اصلا اوريدي بعد تحرير سعر الصرف الاسعار نار، والناس مش تقدر تعيش. شايف ارتفاع سعر الصرف ومع احتكار، مين هيستحمل يعني؟ بعدين الدخل بتاعها محدود. والله اذا كنتوا بقى بنتكلم على راس ماليه برضه نبدا ندفع ونشوف الاجور في مصر تبقى اجور راس ماليه، لان ما ينفعش تكوني اجري بالنظام الاشتراكي وتتعاملني في السوق بالنظام الراس مالي. لا بس ده احنا كده يبقى اللي جينا نعمله من الناحيه دي اخذناه من الناحيه الثانيه ولا ايه؟ لا هي مش كده بالظبط. اهم حاجه ان احنا القرار عايز يقلل الاستيراد ونبدا نصدر. لان مش معقول ده النقطه الرئيسيه. لان مش معقول مثلا انا مصر الميه بتاعتي جايه من بره. وهيتحكم فيها اثيوبيا، القمح بتاعي بستورد من كل دول العالم بيتحكموا فيا، كل الزيت بيتحكموا فيا، الادويه بيتحكموا فيا، لازم اصنع واصنع كل شيء. نعم. لازم انتج وانتج كل شيء. نرجع انا يعني نرجع لعود احنا كنا فيها مثلا للزراعه، مين فاكر مشروع القومي بتاع القطن؟ القطن كان بالنسبه لنا ذهب ابيض كنا بنصدره لكل دول العالم. ليه احنا ما بقاش عندنا الشيء بقى نصدره نتميز بيه؟ انا شايف ان الصناعات الغذائيه النهارده في مليون ونص فدان. اعتقد ان المشروع ده مهم جدا ان احنا نصدر لكل دول العالم محاصيل زراعيه وصناعات غذائيه. بمعنى انا بزرع طماطم، ليه في فرنسا مثلا لا يتم اقامه مصنع كبير جدا لانتاج الصلصه؟ لان عندي طماطم كتير في موسم وفرة الطماطم، المصنع ده ياخد الطماطم ونبدا نصدرها للخارج، يبقى انا عندي قيمة مضافة. بس احنا عندنا برضه مصانع، يعني يمكن حضرتك قصدك ان المصانع تزيد. اما انا قلت في الفرافره مثلا دي ارض بكر والمشروع مليون ونص فدان، يبقى اعمل المصنع جنب الزراعه، جنب المزرعه. الفكره يعني اللي كثيرا ما بنتحدث عنها ان يبقى يتم استصلاح وفي نفس الوقت يبقى المصانع اللي المفروض هتستهلك المحصول ده تبقى جنبها بشكل مباشر. عشان تكلفه النقل وعشان خاطر ان انا كشاب بزرع اضامن ان حد هيشتري مني. احنا عندنا طب بنتكلم عن الزراعه، لازم المسجد الزراعي يعود، لازم الدوره الزراعيه تعود، لازم الارشاد الزراعي يعود. اعتقد سبب انهيار الزراعه في مصر وان احنا بنصدر البطاطس ويتم رفضها من اوروبا او من روسيا ان انا ما عنديش ارشاد زراعي، ان ما عنديش مثلا مهندس زراعي يقول لي والله انا بستخدم اي موردات. نعم. بستخدم باي كميه. وضحت الفكره. وضحت الفكره. عموما شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حمدي جمال رئيس قسم الاقتصاد بمجله الاهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك.